الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. أحمده على الإسلام وعلى الإيمان وعلى القرآن وعلى الأمن والأمان وعلى العافية والمعافاة، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وأمينُه على وحيِه، ومُبلِّغُ الناس شرعَه، ما ترك خيرًا إلا دلَّ الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذَّرَها منه، فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وصحبِه أجمعين. أما بعدُ، معاشِرَ المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه، مراقبه من يعلم ان ربه يسمعه ويراه. ومن اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعه الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، لا يخفى على كل مسلم ومسلمة ما جعل الله تبارك وتعالى لأهل العلم وحملته من مكانةٍ عليَّة، ومنزلةٍ رفيعة، ومقامٍ سام. نعم عباد الله، لقد شرَّف الله العلماء وأعلى قدرهم ورفع مكانتهم وميَّزهم عن غيرهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما شرف الله سبحانه وتعالى به العلماء أن قرن جل في علاه شهادتهم بشهادته في أعظم وأجل مشهود به، وهو توحيده سبحانه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء عباد الله تضع ملائكة الله أجنحتها لهم خضعانا لقولهم، ويستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم الواحد على العدد الكبير من العباد والصلحاء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كيف لا عباد الله، وهم وراث الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه
لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا كان العلماء عباد الله بهذا الشرف العظيم والمقام العلي، ورثة أنبياء الله وأصفيائه عليهم صلوات الله وسلامه، فإن الواجب أن يعرف لهم قدرهم، وأن ترعى لهم مكانتهم، فإن الوارث عباد الله قائم مقام المورث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه. ويكفي ذلك دلالة على شرف العلماء وعظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم. ولهذا عباد الله، فإن من لا يرعى للعلماء هذه المكانة ولا يعرف لهم هذا القدر فليس من الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث عبادة بن الصامت بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عباد الله، وإن من مكانة العلماء وأمرهم العظيم في الأمة أن المعول عليهم في بيان الأحكام وفتوى العباد وإيضاح الشريعة وبيان المصالح والمفاسد والإجابة عن سؤالات الناس، فإن المعول عليهم دون غيرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، ومن شأن أهل العلم الراسخين فيه أنهم عندما يفتون العباد ويقررون الأحكام يفتون عن أنات وروية وحسن نظر وتأمل في نصوص الشريعة ومقاصدها العظام وأدلتها البينات، فعن روية يفتون، وعن أنات يجيبون، وعن حسن نظر في دلائل القرآن والسنة يحكمون. نعم عباد الله، إن العلماء الراسخين في العلم لا يلقون الأحكام جزافا ولا يفتون في صفوف المسلمين ولا يخلخلون صفوف المسلمين فتًا وإرجافا، ولا يتسرعون إلى الفتوى والأحكام دون تدقيق وتحقيق تسرعًا وإسرافا. هذا شأن العلماء عباد الله، والواجب على الأمة أن يكون تعويلها في معرفة أحكام الشرع وواجبات الدين على أهل العلم الراسخين. عباد الله، وعندما يكون المعول في ذلك على العلماء تنتظم مصالح الأمة وتتحقق مقاصدها وتنال الخيرية وتتحقق لهم السلامة. وعندما لا يعول على العلماء ولا يرجع إليهم يكون أمر الناس في ضياع ومآلهم إلى ضلال. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العلم، إن الله لا يقبض العلم
انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عباد الله، وإن الله جل وعلا قد أدب العباد في هذا المقام العظيم، ولا سيما فيما يتعلق بمصالح الأمة الكبار وقضاياها الجسام، مما يمس أمن الأمة أو خوفها أو مصالحها الكبيرة، ألا يكون معول في الاستفتاء إلا على العلماء الراسخين. فإذا لم يفعل ذلك ينثل صرح الإسلام وينتثر نظامه ويتمكن الشيطان من الأمة. وتأملوا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها العباد، وإن من واجب الأمة نحو العلماء وتجاه الراسخين الأئمة الفضلاء أن يعرف لهم قدرهم، وأن ترعى لهم مكانتهم، وألا يذكرون إلا بالخير والجميل. ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا علماءنا الأجلاء، وأن يعمر قلوبنا بحسن محبتهم، وألا يجعل في قلوبنا غلًّا لأحد من أهل العلم أو لأحد من عباده المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، ولنحاسب أنفسنا في هذه الحياة، ولنزن أعمالنا وأقوالنا، ولنتذكر وقوفنا بين يدي الله جل وعلا، وأن أعمالنا وأقوالنا كلها محصى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيجد كل عامل ما قدم في هذه الحياة حاضرا يوم القيامة. ويومئذ
ويومئذٍ عباد الله يوفى العاملون أعمالهم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالكيِّس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا وحافظًا ومؤيدًا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تؤيد إخواننا وجنودنا في عاصفة الحزم بتأييدك، وأن تثبتهم يا رب العالمين، وأن تنصرهم على القوم المعتدين الغاصبين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا تناظروا أتموا الصفوف، الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.